على وقع مناورة روسية مع أوزباكستان وتاجيكستان قرب الحدود الأفغانية وأخرى مع الصين في تكريس لما وصف بالمرحلة المتقدمة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة. تطلق الولايات المتحدة الأمريكية أكبر تدريباتها العسكرية منذ الحرب الباردة في 17 حزاماً زمنياً وبمشاركة 5 أساطيل، فيما تشير أحداث السنوات الماضية إلى انتقال دور موسكو من جمهورياتها السوفيتية السابقة إلى منطقتنا العربية. فما الذي يعنيه تنامي النفوذ الروسي في موازين القوى الدولية والإقليمية؟ أهلاً بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من على الحدود. أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة عبر التصويت على الرابط الظاهر على الشاشة. سؤالنا لهذا اليوم: هل تستفيد الدول العربية من تنامي النفوذ الروسي؟ وسنتابع معكم نتائج التصويت في ختام هذه الحلقة. لمناقشة هذا الموضوع معنا سينضم من موسكو نائب رئيس أكاديمية العلوم المدفعية والصاروخية العقيد قسطنطين سيفكوف. من دبي أرحب بالخبير العسكري والاستراتيجي رياض قهوجي، وأيضا من المتوقع أن ينضم معنا ضيف آخر من الولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء الضوء أيضا على وجهة النظر الأمريكية. أهلا بكم معي ضيوفي. أبدأ إذن مع السيد أو العقيد قسطنطين من روسيا، لكن بعد هذا العرض إذا المشاهدين. عندما عادت روسيا لخوض معركة ضم الشيشان الجمهورية السوفيتية السابقة في أواخر عام 1999 بعد نحو 3 سنوات من توقيع اتفاقية سلام، كانت في الحقيقة تؤسس في رأي محللين لنهج جديد سيقوده رئيس الوزراء حينها فلاديمير بوتين، الخارج توا من دهاليز المخابرات إلى أضواء صناع القرار. بعد نحو 9 سنوات تعود تلك النظرية واضحة إلى كثيرين من الذين تابعوا اجتياح القوات الروسية مناطق واسعة من جورجيا في إجهاض محاولة تبليسي استعادة أوساتيا الجنوبية الموالية لموسكو. سيقول الناس هناك صراع في جورجيا ولذلك قد لا يمكننا قبولها في حلف الناتو، ربما يمكننا قبول أوكرانيا لأنهم في مأمن من الصراع حتى الآن، لكنك بهذا المنطق ستحصل تلقائيا على صراع في أوكرانيا. لم تكن تلك القوات قد انسحبت تماما من جورجيا في العام 2014 عندما كانت أخرى تسابق انهيار الحكومة الأوكرانية الموالية وتدخل منطقة الدونباس وشبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا أمام وصول المعارضة القومية الموالية للغرب إلى سدة الحكم في كييف. ولم تكد موسكو تعلن انسحاب قواتها من جورجيا في العام 2015 حتى بدأت وسائل إعلام في عز الأزمة السورية تتداول صورا فضائية عن طائرات حربية في منطقة حميميم التي ستصبح قاعدة جوية روسية بحجة مواجهة التنظيمات المتشددة بطلب من الحكومة في دمشق. أنا قلق للغاية بشأن تقارير عن تنامي الوجود العسكري الروسي في سوريا، وهذا لن يساهم في فض الصراع. أواخر العام الماضي روسيا اصطفت إلى جانب حليفها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم بلاده منذ 26 عاما في مواجهة ما اعتبره تواطؤا غربيا في دعم المحتجين على إعادة انتخابه، قبل تدخلها في حل أزمة قرباخ بين أذربيجان وأرمينيا وإشرافها على اتفاق يقضي بنشر قواتها على طول خطوط التماس. في غضون ذلك تكون 5 أشهر قد مرت على تسريب تقرير أممي سري عن نشر الشركة الأمنية فاغنر المقربة من الكرملين مقاتلين في ليبيا أمام نشاط نظيرتها التركية سادات في تكريس لما بات يعرف بحروب الظل. أبدأ النقاش وأبدأ مع ضيفي من موسكو نائب رئيس أكاديمية العلوم المدفعية والصاروخية العقيد قسطنطين سيفكوف. أهلا بك معنا سيد سيفكوف.
ما الذي استدعى عودة روسيا من جديد خلال السنوات الماضية للتدخل العسكري؟ كان برأي بعض المحللين أن ربما التدخل العسكري هو كان من ضمن الأسباب التي أدت إلى سقوط الاتحاد السوفيتي آنذاك. هل هذه العودة هي تغير في العقيدة أم هو تغير في المعطيات الدولية؟ إذا كنا نتحدث عن مرحلة ما قبل 10 سنوات أو 15 سنة عندما بدأت روسيا تعود وتخرج من الأزمة السياسية العامقة وأعلنت عن مصالحها الجيوسياسية في العالم، سوف نرى أن النفوذ الجيوسياسي لروسيا الاتحادية بات ينتشر بسبب وجود ما يسمى بالضرورة القصوى للتدخل الروسي في صراعات بعينها في مختلف الأقاليم. في عام 2008 على سبيل المثال أريد أن أشير إليكم، كانت هناك حرب ضد جورجيا بين جورجيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية، كل ذلك بدأ بالقصف العشوائي بمدينة هنفالي والمدنيين، وأسفر هذا القصف عن مقتل الكثير من المدنيين. وموازاة مع ذلك نحن شهدنا مقتل القوات لحفظ السلام من روسيا الاتحادية، فبالطبع كانت روسيا مضطرة للمشاركة في هذا الصراع العسكري وبسرعة فائقة خلال 3 أيام. فإن الجيش الجورجي الذي كان يتدرب خلال 20 عاما من قبل القوات الأمريكية والإسرائيلية تم إحراز، فهي هزم بشكل كامل. أما التدخل الروسي في 2015 في الأزمة السورية فكل ذلك كان بسبب وجود في أراضي الجمهورية العربية السورية ما يسمى بالدولة الإسلامية، الخلافة الإسلامية الإرهابية، فإن ظهور هذه الدولة المزعومة قد تؤدي إلى كون كل المنطقة الشرق أوسطية بالإضافة إلى الأقاليم الموازية والمتخمة لهذه المنطقة قد تتحول إلى منطقة عدم الاستقرار المستمر، الأمر الذي قد يؤثر على الأوضاع الداخلية في روسيا الاتحادية والجمهوريات السوفيتية السابقة، وعبر ذلك سوف يدخل ذلك إلى الأراضي الروسية، قوقاز الشمالية على سبيل المثال، وأيضا المناطق الوسطى عبر تاجيكستان وأوزبكستان. فبالطبع لا يمكن لروسيا أن تقبل ذلك. طيب نذهب إلى السيد رياض قهوجي لكي نرى وجهة نظر العربية أو تأثير الوجود الروسي على المنطقة العربية. سيد رياض، التدخل أو الوجود العسكري الروسي امتد لأول مرة في سوريا التي باتت تحتضن أول قاعدة عسكرية روسية. أيضا هناك من يتحدث عن وجود روسي في ليبيا عن طريق الشركة الأمنية المسماة بالفاغنر. إذا ما نظرنا إلى هذه المعطيات سيد رياض، ما الذي تراهن عليه روسيا من وراء كل هذا؟ كيف يمكن أن يتطور هذا النفوذ المتزايد الروسي في المنطقة العربية؟ طبعا روسيا هي أحد الدول العظمى اليوم، هي تنافس الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الصين وقوى أخرى على دوائر نفوذ، مناطق نفوذ. الشرق الأوسط هي منطقة مهمة، سوريا، ليبيا دولتان تقعان على البحر المتوسط، ليبيا دولة غنية بالنفط، كلاهما كانت تربطهما علاقات مميزة مع الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، وبالتالي روسيا تشعر أن هاتين الدولتين هما من يعني مناطق الوجود النفوذ لها الطبيعتين، وذلك يعود لحقمة الحرب الباردة قبل عام 1990. اليوم روسيا عادت وعادت بطريقة عنيفة عبر استخدام العنف في سوريا، هي دخلت لإنقاذ نظام أثار عليه شعبه، وقامت بمساعدة النظام بقمع الشعب وبقصف يعني المعارضة وطرد المعارضة من عدة مناطق، طبعا متذرعة بوجود داعش وتنظيمات إرهابية دولية أخرى. إنما الهدف واضح كما نشاهد اليوم، كما نشاهد في درعا حاليا، كيف هي تقوم
بقمع وقصف تساعد النظام في قصف منطقة تعتبر خير لا وجود لداعش ومجموعات داعش فيها اليوم. وبالتالي هدف روسيا هي الهيمنة الكاملة، تكون لها تستثمر اقتصاديا مقابل كمكافأة لدورها العسكري، تثبيت وجودها العسكري قواعد عسكرية في جنوب منطقة الناتو على الشواطئ السورية، وأيضا على الضفة الأخرى المواجهة للناتو في ليبيا لتعزيز لإعادة بناء وجودها كما كان إبان الحرب الباردة مع العلاقات المميزة مع نظام القذافي حينه. طيب أستاذ رياض أعود إليك، لكن نذهب إلى السيد قسطنطين من موسكو، ولكن يبدو أنه ضيفي من الولايات المتحدة الأمريكية أصبح جاهزا معنا. أعود إليك بعد قليل سيد قسطنطين، كبير الباحثين بمعهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى ديفيد بولوك من واشنطن معنا. سيد ديفيد، هناك من يرى في روسيا في الجمهورية السوفيتية السابقة ردة فعل طبيعية أمام اقتراب الولايات المتحدة وحلفائها من الحدود ومن ما يعتبرونه تدخل في دول الجوار، ما مدى صحة ذلك برأيكم؟ وهل يمكن أن يتحول هذا إلى احتكاك خطير إذا ما صح التعبير في خطوط التماس ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا؟ سيد ديفيد من واشنطن معنا. هلو. نعم تفضل. شكرا. أنا أعتقد أن هناك مجال لسيناريوهات متنوعة مختلفة في المستقبل. الحقيقة أنه الموقف بصراحة كاملة، الموقف الأمريكي إلى حد ما غير واضح، وكمان الموقف الروسي وموقف اللاعبين الآخرين. أنا أعتقد أن نحن أمام فترة المفاجآت، فترة الضباب بالنسبة لهذا الوضع الجديد في المنطقة، ولذلك المواقف غير واضحة وغير مجمدة. المعنى أنه هناك مجال لربما موقف مرن أكثر وموقف متشدد أكثر في المستقبل. كل هذا يعتمد على ردود الأفعال غير المسبوقة وغير المتوقعة، ولذلك هناك أنا أعتقد الالتزام أو الاحتياج بتشاورات عاجلة بين اللاعبين وبين دول المتروجين وبين في المجتمع الدولي، ربما في الأمم المتحدة، ربما في تشاورات ثنائية أو في اجتماعات أو مؤتمرات مختلفة دولية. لكن الحقيقة أنه النتائج الميدان، أنا أعتقد نحن من الصعب أن نتكهن أو نخمن التطورات المخفية. أعود إذن إليكم لاستكمال النقاش بعد قليل. ضيوفي من واشنطن السيد ديفيد بولوك، من موسكو السيد قسطنطين سيفكوف، ومن دبي السيد رياض قهوجي. إذن مشاهدينا، ما دلالات عامل التوقيت والمكان في المناورات الروسية المشتركة؟ وهل تكشف صفقات السلاح جانبا من حساباتها الجيوسياسية؟ بعد قليل سنجيب عن هذه النقطة وسنواصل النقاش مع الضيوف، ابقوا معنا. إلى جانب صفقات السلاح مع الشركاء التقليديين وحتى مع دول أعضاء في حلف الناتو مثل اليونان وتركيا، ظلت روسيا على إجراء مناورات مشتركة قد تعكس جانبا من حساباتها الجيوسياسية. عرض سريع لأبرز المناورات ثم نتابع النقاش.
في هذا الشق أبدأ النقاش مع السيد ديفيد بولوك من واشنطن. سيد ديفيد، كيف تنظرون إلى مناورات روسيا الأخيرة مع الصين، مع لاوس، طاجكستان وأيضا مع أوزبكستان، في مقابل ما اعتبر أكبر مناورات بحرية أمريكية منذ الحرب الباردة؟ يعني من المعني؟ وأيضا في شق آخر في هذا المحور، إلى أي مدى تتفق المناورات الأمريكية مع العقيدة الحالية القائمة على مواجهة الصين بدل التركيز على روسيا؟ الحقيقة أنه هذه إلى حد ما العودة إلى الوضع التاريخي لما كانت روسيا إحدى القوات العظمى في العالم أو الاتحاد السوفيتي. أنا لا أقصد أنه نحن أمام العودة إلى الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية والاتحاد السوفيتي، لا، الظروف تختلف الآن، لكن نحن نشهد عودة روسيا إلى المشهد الدولي بشكل أكبر، ومن ناحية الإدارة الأمريكية أخطر مما كان في الماضي. لكن بصراحة أنا لا أعتقد أنه كل هذا يمثل تهديد للأمن القومي الأمريكي أو لخلفاء وأصدقاء أمريكا. أنا أعتقد أنه المناورات العسكرية عادية، وهذا لا يمثل دليل على النوايا للاندلاع الحرب، لا مباشرة ولا غير مباشرة. نحن نرى التدخلات الروسية في بعض الشرق الأوسط. يعني رؤيتكم بأن هذه المناورات لا يمكن أن تمثل أي بادرة من بوادر أي حرب؟ نذهب لوجهة النظر الروسية في هذا الشق. السيد قسطنطين، يعني ناشونال انترست المجلة اعتبرت بأن هذه المناورات هي مقدمة لدور روسي صيني محتمل في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي. ما رأيكم في هذا الطرح، أو ما مدى صحة هذا الطرح؟ أنا متفق على نتائج هذه المجلة وأيضا على ما قاله هو ضيفكم الكريم من واشنطن، فليس هناك أي خطر على الأمن الوطني للولايات المتحدة. ففي الولايات المتحدة نحن قد شاهدنا تغيرا للعقيدة العسكرية. ففي الماضي كانت القوات الأمريكية تستعد لممارسة الصراعات العسكرية ضد الأطراف الصغيرة الحجم أو ضد المنظمات الإرهابية، فاليوم إلى هذه اللحظة الدولة الأمريكية تستعد للحرب على كل من الأطراف الكبرى مثل الصين وروسيا الاتحادية. وفيما يتعلق بالأوضاع في أفغانستان والعلاقات بين روسيا والصين، فإن أفغانستان تعد نقطة مفصلية حيث تتقاطع هناك مصالح كل من روسيا والصين والدول الأخرى مثل إيران وتركيا. فبطبيعة الحال في هذه الدولة أي نوع من عدم الاستقرار أو الحرب الأهلية قد تؤدي إلى الكثير من المشكلات للصين وروسيا، خاصة على خلفية المشروع الكبير، مشروع الحزام والطريق، الأمر الذي يتقدم به الدولة الصينية. فإن أفغانستان يجب أن تلعب دورا مهما في تنفيذ هذا المشروع، فهذا الطريق سوف يمر بأفغانستان. فلذلك روسيا والصين اليوم تستعدان إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لردع المخاطر التي قد تظهر بسبب ظهور الحرب الأهلية في أفغانستان. ولكنني أعتقد وبرأيي في حال لم يكن الأطراف الخارجية تردع أو تمنع الأوضاع الطبيعية في أفغانستان، نحن لن نرى حربا أهلية في هذه البلاد، وهذا بسبب أن طالبان كمنظمة وكحركة قوية يتوفر لديها القدرات أو التفوق الاستراتيجي. نقطة أخرى أيضا لحضرتك أستاذ قسطنطين، يعني أمام الدور الأمريكي إلى الجوار الروسي، روسيا نجحت أيضا في عقد صفقات سلاح مع دول أعضاء في حلف الناتو مثل بيع منظمة S-400 لتركيا، هذا كان رغم ضغوط واشنطن. يعني هل نحن أمام تحالفات ناشئة مغايرة لما اعتدنا عليه في السابق من استفافات تقليدية؟ وأيضا كيف يمكن أن يتطور هذا الموضوع؟
بدون أي شك فيجب أن نبدأ بكون اليونان فهي بشكل روحي كدولة أرثوذكسية تميل إلى العلاقات الطيبة والودية مع دولة روسية، فأعتقد أن هناك علاقات لعصور طويلة. ولكن من جانب آخر الدولة التركية التي قد خلقت مسارا سياسيا للحفاظ على القيم التقليدية في ظروف عندما نرى في أوروبا والولايات المتحدة تفوق قيم التطرف الليبرالي إن صح مثل هذا التعبير، فإن الدولة التركية أيضا تميل من حيث العلاقات الثقافية مع روسيا، فإن حلف الشمال الأطلسي قد تلاشى دوره وعزته ووحدته مثل ما كان عليه الحال في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، فإن ذلك بسبب توسع هذا الحلف، ففي وجود كثير من الدول الأعضاء في هذا الحلف لابد أن تكون هناك خلافات متعددة، فاليوم هذه المنظمة العسكرية بالرغم من كثرة أعضائها أضعف بكثير بالمقارنة مع الأمر منذ 30 عاما. فلهذا السبب الدول التي تنضم إلى هذه المنظمة لم تعد مؤيدين متطرفين لقواعد وعقيدة هذه المنظمة، وهي تنظر إلى مختلف البدائل والخيارات الأخرى. أما موسكو فهي تعتبر كل العالم كمنطقة حيث من الممكن عرض الأسلحة، فبالطبع هي تقترح لهذه الدول الأسلحة، فإن هذه الدول مستعدة لشراء هذه المنظمات. فنحن نتحدث عن صفقة S-400 بسبب أن الأمريكيين قد رفضوا توريد للدولة التركية منظومات باتريوت. أما اليونان فهي أيضا تشتري عدد من العربات القتالية بسبب أن هذه العربات اليوم تعتبر من أفضل وأروع في كل العالم، ووفقا لمقاييس وحصة السعر للجودة فهي أفضل من الطرازات الغربية. نعم سيد قسطنطين، يعني نبقى في موضوع الصفقات ما بين روسيا والدول الأخرى انطلاقا من صفقة S-400 مع تركيا. سيد ديفيد، لك السؤال، ما هو حدود التعاون العسكري ما بين روسيا ودول عربية إذا ما تحدثنا عن قانون كاتس الأمريكي الذي يفرض عقوبات على أي صفقات سلاح ضخمة مع من يعتبرهم أعداء للولايات المتحدة وفي مقدمتهم روسيا؟ كيف يمكن أن يكون هناك توافق انطلاقا من هذه الدول ما بين مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس الوقت مع روسيا؟ طيب السؤال صعب وحساس جدا في هذه اللحظة. حسب القانون الجديد الأمريكي الذي يفرض عقوبات على كل ما يشتري أسلحة متنوعة عن روسيا، لكن أنا أعتقد أن هناك احتمال الإعفاءات أو الاستثناءات لتطبيق هذا القانون. على سبيل المثال بالنسبة لمصر أو بالنسبة لربما المملكة العربية السعودية أو دول عربية أخرى التي تريد أن تشتري أسلحة معينة من روسيا. وأنا أعتقد أنه قضية أو مشكلة الأس 400 في إيدي تركيا استثنائي. أنا أعتقد أنه هذه الأسلحة متنوعة جدا وتمثل احتمال تهديد تكنيكي للقاتلات الجوية الأمريكية في المستقبل، ولذلك نحن أمام مشكلة خاصة بالنسبة للعلاقات أمريكا وتركيا والعقوبات الأمريكية ضد هذه الصف. نعم أعود لسيما النقاش معك بعد قليل سيد ديفيد، وأيضا سيد قسطنطين، وأيضا ضيفنا رياض قهوجي من دبي. لدينا خلل بسيط في الصوت لكي يشارك معنا أيضا في الشق القادم من الحلقة. أمام إذن مخاوف عودة سباق التسلح وانتقاله إلى الفضاء من جديد فيما كان يعرف بحرب النجوم. تتبنى دول كبرى مفاهيم جديدة في عقيدتها العسكرية التي باتت تقوم على مراكز الذكاء والتحكم عن بعد بدل الجيوش التقليدية. أين روسيا من حروب الجيل الجديد؟ بعد قليل سنتابع ذلك. أهلا
أهلا بكم من جديد إلى جانب مقاتلات الجيل الخامس من طراز سوخوي 57 ومنظومة S-500 الدفاعية. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل نحو 3 سنوات عن أسلحة جديدة في ترسانة بلاده الاستراتيجية. عرض لأبرز الأسلحة، ثم نعود لمواصلة النقاش مع الضيوف. أبدأ نقاش في هذا الشق مع السيد رياض قهوجي من دبي. سيد رياض، دعنا نتحدث عن الدول العربية وعن دورها فيما يجري في هذا السباق أو ربما التنافس الروسي الأمريكي. إلى أي مدى يمكن للدول العربية اللعب على تناقضات الدول الكبرى مثل روسيا ومثل الولايات المتحدة؟ هذا فيما يخص الدفاع عن المصالح، وأيضا فيما يخص تحسين شروط التفاوض. تركيا كانت اتخذت برأي المحللين من صفقة S-400 ورقة للضغط للتفاوض على ملفات هي في خلاف فيها مع واشنطن، مثل الوجود الأمريكي في شرق الفرات في سوريا. الدول العربية كيف يمكن أن تمشي في نفس خطوات تركيا وأن تلعب على مثل هذه النقطة؟ أولا، نحن لسنا واثقين أن تركيا خططها قد نجحت. هناك من يعتقد أن خطة تركيا فشلت وهي انعكست سلبا عليها. بالنسبة للدول العربية، الدول العربية تحاول ألا تقع يعني في وسط شد نزاع ما بين أمريكا وروسيا. عدد من هذه الدول يمتلك علاقات دفاعية متقدمة مع أمريكا، وهذه الدول ستبقى في هذا الموقع، تحديدا دول الخليج التي هي جميع قواتها الجوية مصدرها من الولايات المتحدة الأمريكية. هناك دول أيضا يعني تعتمد منذ أيام تحت السوفيتي على التسليح من روسيا، مثل الجزائر، وهي مستمرة في سياسة التسلح من المصادر الروسية. هذا له علاقة بالعقيدة العسكرية للجيوش، أسلوبها القتالي تاريخيا. الجيوش عادة لا تحب أن تغير في نمط عملها، في عقيدتها وفي منظومات تسلحها. هناك دول تحاول أن تبقي على العلاقة مع الاثنين، مثل مصر. مصر اشترت مجموعة طائرات من فرنسا، الرافال، لديها أسطول كبير، طائرات F-16 الأمريكية، وهي مؤخرا اشترت طائرات السخوي 35 SU-35، فهي توفق، تحاول التوفيق بين هذين الجهتين. نعم، أعتذر المقاطعة نظرا لأن وقتي أصبح ضيقا الآن، ونريد أن نستفيد من وجودكم معنا. سيد رياض، سؤال أيضا لحضرتك، ولكن دعنا ربما نبتعد عن المفاهيم العسكرية القديمة، لأنه هناك من يرى بأن المفاهيم العسكرية القديمة القائمة على مراكز الحديثة التي ينتظر وينظر لها في المستقبل، وهي القائمة على مراكز الذكاء، يعني يمكن أن تقلب المفاهيم أو أن تقلب معايير القوة في الجيوش التقليدية.
أين تصنف روسيا في ذلك؟ روسيا تعتبر بالمرتبة الثالثة أو الرابعة عالميا. المركز الأول لا يزال لأمريكا متقدم بأشواط في مجال Artificial Intelligence أو ما يسمى أيضا بمالتي دومين وورفير أو الحرب المتعددة المناطق أو النطق. تأتي من بعدها طبعا الدول الأوروبية ومن ثم الصين التي يعني هناك أحرزت الصين تقدم كبير في هذا المجال وبدأت تلحق بأوروبا، وتأتي روسيا في الدرجة الرابعة أو تساوي الصين في هذا المجال. لطالما كانت الدول الغربية متقدمة على الدول الشرقية في مجال التكنولوجيا وخاصة التكنولوجيا الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، وتحديدا في مجال القوات الجوية والسبيس وورفير. هناك اليوم تقدم كبير بدأت الصين تحرزه. نعم. في هذا المجال خاصة في تسليح الأسلحة. نعم. الفرط صوتية أو الهايبرسونيك ويبنز. طيب. نعم سيد رياض، ونشاهد تحديث أيضا في نوعية التسلح الصيني أيضا. نعم، أذهب لسيد قسطنطين من روسيا. سيد قسطنطين، أمام التنافس على النفوذ وزيادة المخاطر حول عودة سباق التسلح وحتى ربما عسكرة الفضاء، كانت روسيا قد طالبت بإدراج فرنسا وإدراج بريطانيا في معاهدة الحد من التسلح بعد إعلان لندن عن زيادة المخزون النووي، وأيضا بعد ما طالبت الولايات المتحدة بضم الصين. يعني ما الذي ينطلق منه الجانبان في هذه المطالب؟ قد أبدو بكون سباق التسلح لم ينتهي في الحقيقة، فخلال حقبة الاتحاد السوفيتي هذا السباق كان يجري من حيث الكمية والجودة، فاليوم نحن نتحدث عن كون هذا السباق خلال 30 عاما يجري في مجال الجودة للأسلحة والمنظومات التكنولوجية، فلذلك إلى هذه الدرجة روسيا تركز على المنظومات المعتمدة على الجودة العالية والتكنولوجية. فيما يتعلق بهذا السباق، فهذا السباق لن ينتهي، فنحن نرى اليوم محاولة ظهور المنظومة المتعددة الأقتاب في العالم من جانب الدول الغربية ومن جانب آخر التحالف بين روسيا والصين، وبرغم أن هذا التحالف الروسي الصيني لم يحمل تبعا سياسيا ملموسا، فإن هناك تحالف حقيقي، فإن هذا السباق سوف يستمر ويزيد حجما. وأريد أن ألاحظ أننا نمر اليوم بمرحلة جديدة من الثورة. نعم. في مجال السلاح والتكنولوجيات العسكرية، وهذه المرحلة يرجع أشكرك من ظهور جزيلا. أشكركم ضيوفي الأعزاء، أشكر من موسكو ضيفي السيد قسطنطين النائب رئيس أكاديمية العلوم المدفعية والصاروخية العقيد قسطنطين سيفكوف، من واشنطن ضيفي كبير باحثين بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى السيد ديفيد بولوك، ومن دبي الخبير العسكري والاستراتيجي رياض قهوجي. شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا، النتيجة كانت 67 صوتوا بي نعم و 33 صوتوا بلا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء من حلقة أخرى من على الحدود.